سلمنا هذا هذا بعد شوف الباب هذا هنا هنا من هلا عادي استلم منه ولا كذا ضمن الحملات اليومية حقيقة المقدمة من مجموعة الشركات التي يديرها السيد صلاح أبو خطاب مشكورا، اليوم قمنا بإغاثة منطقة الزنجيلي الذي تعرضت إلى الفيضانات بمعدل أكثر من فرعين من الدور، تم تجهيزهم بالكامل. هناك وجبة أخرى سيقوم السيد المختار بتسجيل أسمائهم إن شاء الله يوم غد، سيتم توزيع المتبقين. نطالب من أهلنا في كل محافظة نينوى السماح للعوائل المتعففة وعدم الازدحام والمضايقة للعوائل التي هي بحاجة بأمس الحاجة. هناك وجدنا من هم أصحاب رواتب، وهناك من وجدنا من المتيسرين أيضا يزاحمون الفقراء على هذه الكمية البسيطة المقدمة لإعانتهم في هذا الظرف الصعب. شكري وتقديري مرة أخرى للشركة ومجموعة الشركات القائمة منذ أكثر من 10 أيام في كل أحياء مدينة الموصل، وبإذن الله سنستمر إلى أن ننهي كل أحياء هذه المدينة. اليوم كان لنا وقفة في حي الزنجيلي لمساعدة العوائل المتضررة نتيجة الفيضان الأخير، حيث تم تخصيص أكثر من 150 سلة غذائية وبالتنسيق من قبل السيد قائم مقام الموصل الأستاذ زهير مشكورا، تم توزيعه على أهالي المنطقة كما شاهدتم قبل قليل، ولنا إن شاء الله وجبات أخرى في منطقة الزنجيلي والمناطق الأخرى المتضررة من الجانب الأيمن مثل حي التنك والأحياء الفقيرة الأخرى. وأود أشير بالذكر إلى الجهود المبذولة من قبل السيد المحافظ والأستاذ زهير على الدعم اللامتناهي الذي قدموه لنا من تسهيلات في توزيع هذه السلات الغذائية. نشكر السيد قائم مقام الموصل الأستاذ زهير العرجي إلى زيارة منطقة الزنجيلي ومنطقة العرصة تحديدا التي غرقت قبل أيام بسبب الأمطار الغزيرة، وقام مشكورا بتوزيع سلة غذائية على العوائل المتضررة من أثناء العمليات الأمطار.